تحية الذهب، وماذا نرى للذهب بعد الهبوط اللي حصل وردة الفعل اللي حصلت من عند مستويات ال 1970 إلى 1965، وما زال الذهب لن يعطي تأكيدات صعودية. طيب، احنا شايفين إن احنا عملنا دورة سعرية، لو بصينا عليها بمنتهى البساطة هنلاقي نفسي إن أنا عملت بيك 1 بيك 2 بيك 3 بيك 4 بيك 5 وبصحح كل الدورة السعرية دي، والموجة الخامسة جت ممتد. طيب، هل هيكتفي التصحيح بالمستويات دي؟ ممكن، وممكن ننزل لحد مستويات كمان ال 1955 ونحترم مناطق البيكس فور بتاعتي اللي عنده مستويات ما بين 1955. يعني ما زال الذهب لن يعطي تأكيد. لو انا خدت فيبوناتشي ريتريسمنت وقلت انا عايز تصحيح لكل الصعود اللي حصل ده، المفروض التصحيح بتاعي في الموجه الاولى يوصل لحد مستويات 61 في 61 في، ودي عند 1900 يعني 1953 1954، المنطقه اللي احنا محددينها قريبه جدا. طيب، ليه انا بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده لان انا شايف لما بشوف يحصل بمنتهى البساطه عندي امبوس بهذا الشكل، فانا بتوقع تصحيح لتكمله الاتجاه الصاعد. يعني احنا ما زلنا نتوقع للذهب صعود. طيب، الذهب ممكن يصعد لحد فين يا سيدي؟ بمنتهى البساطه مش هقول لك هيصعد ويجيب ارقام فلكيه، يدين نفس طول الموجه دي من المستويات دي على الاقل، الاقي ذهب رايح لحد مستويات ال 2020 تقريبا. طيب، انا بقول الكلام ده بقى ليه؟ خصوصا محليا في مصر، الذهب في مصر مسعر باسعار فلكيه، ده اللي انا شايفه. يعني تسعير الذهب حاليا احنا مسعر ب 50 جنيه، في فوضى في تسعير الذهب وفي فوضى كمان في تسعير الدولار. هل ستستمر الاسعار بهذا الشكل؟ اشك، يعني انا اشك ان احنا هنفضل متداول فوق ال 50 جنيه. فانا شايف شراء الذهب محليا في الاوقات دي غير جيد بالمره، الاحتفاظ بالدولار في الفتره دي جيد، لكن شراء الذهب بمصنعيه بالتسعير المبالغ فيه ده اعتقد مش جيد. انما بيع الذهب، لا، الذهب انت كده كده هتوصل لاهداف كبيره قوي، لكن انك تشتري ذهب وتتحمل ريسك، لان انت لو مشتري ذهب انت مشتري ذهب بارقام اقل من كده. يعني لو انت اشتريت الذهب زي ما احنا كنا بننصح في مستويات ما بين ال 2100 ل 2200، ده كان يعني وقت شكر. انا شايف دلوقتي ان اكتر وقت انا ممكن اشتري الذهب فيه لو نزل لاسعار 2500 جنيه، لكن اللي هو عيار 21، لكن اشتري بالاسعار دي ده ريسك ومبالغه كبيره قوي، خصوصا ان الذهب ممكن يعمل معايا فصل سخيف ويقوم نازل طالع مديني الدرع بيه ونازل مديني نفس طول الموجه دي تاني من المستويات دي، مثلا الاقي نفسي رايح عند 1955. يعني ايه؟ يعني الذهب لسه مازال عالميا لن يقطع التأكيدات الصعوديه، ولكن الذهب على المدى الطويل صاعد. على الاقل مش هقول لك هيديني بقى المفروض ان انا هاخد مستويات 161 فيبو من المستويات دي، واسوأ سيناريو هنزل كمان لده فلاقي نفس الذهب مثلا رايح لحد مستويات ال 2060. انا ما بقولكش السيناريو ده، انا بقول لك اسوأ سيناريو ان انا ده يكون صعود تصحيحي امبوز اي بي سي امبوز، وهطلع لحد مستويات ال 2020 اللي هو هاخد نفس طول الموجه دي. فده اللي انا بقوله، لكن شراء محليا ريسك. البيع حاليا انا ما اشوفش ان البيع شيء جيد برضو، لان انت في مرحله اللا يقين، فممكن تتحول باشياء تانية اعتقد تكون افضل من الذهب في المستويات دي، خصوصا لو انت اشتريته على تسعير 50 جنيه. يعني انت استفدت ايه؟ لكن لو الذهب نزل تحت مستويات تسعير وتحت مستويات 45 جنيه هفكر فيه لو في مناطق طلب جيده. الذهب اعتقد صعب جدا جدا ينزل يكسر اخر قاع تشكل اللي هو عند مستويات ال 1900، يعني انا شايف صعب جدا الذهب ينزل يكسر لي المستوى ده، يعني يكسر 1929 اعتقد انه صعب جدا. انا شايف ان في امبوز، في زياده في الزخم كمان بتحصل، فاعتقد ان احنا نحو مزيد من الصعود، والصعود اللي حصل في السابق اعتقد التصحيح بتاعه كمان انتهى، وعملنا امبوز كمان من عند مستويات 1929. فما زلت ارى للذهب مزيد من الصعود، ولكن هيديني فرصه ادخل مره اخرى ممكن عند مستويات 1955 عالميا، لكن محليا ما بيدينيش اي فرص طول ما التسعير فوق 50 جنيه. كمان لو احنا بصينا محليا احنا عندنا يعني مساعدات هتيجي من الاتحاد الاوروبي، ممكن تخش في شكل استثمارات صندوق النقد يبقى معانا اتفاق، وما اعتقدش ان لو احنا عملنا تخفيض لسعر الصرف ما اعتقدش ان احنا هنتجاوز ال 45 جنيه، يعني ممكن نتجاوز مثلا من 40 ل 45، لكن نكسر الرقم ده لا. وانا اعتقد كمان ان هيتوفر سيوله دولاريه للمستوردين والمصنعين في مصر. فشراء الذهب على تسعير 50 جنيه شايفه مبالغه، برضه تسعير الدولار في السوق على اكتر من 50 جنيه شايفه مبالغه. مصر هتعمل تخفيض في الوقت ده؟ لا اظن، لان احنا لسه مازال ما عندناش اي سيوله دولاريه ندعم بيها او نثبت العمله عندنا عند منطقه معينه، وده لن يكون التخفيض الاول ولا الاخير، هيبقى في تخفيضات مستمره بشكل مستمر، لكن احنا بنتكلم على الفتره الحاليه.
طيب لو انت بقى راجل بتستثمر وبتحتفظ بفلوسك على المدى الطويل، اعتقد لو انت اشتريت الذهب في الوقت ده وتنتظر بعد جني ارباح الدوره السريه كلها، اقول لك اه ممكن تفضل مستمر، ممكن تشتري من المستوى ده لو انت بتتكلم على سنتين ثلاثه، لان برضه احنا عندنا مخاطر بالعمله المحليه في خلال سنتين ثلاثه مش قليله. وبالتوفيق.